السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء مرحبا بكم معايا في قناتي على اليوتيوب قناة عبد العزيز جبر. النهاردة إن شاء الله هنستكمل موضوعنا اللي كنا بدأنا فيه وهو الستاك بايب. إن شاء الله النهاردة هنتناول موضوع جديد من موضوعات الباك أوف ميكانيزم زي ما تناولناها في المحاضرتين اللي فاتوا. هنبدأ النهاردة بالحاجة اللي دايما بتقلقنا وهي الشيل. خلينا نكون متفقين ان احنا هنقسم موضوع النهارده لثلاث اجزاء بالنسبه للشيل وازاي بيعمل لي باك اوف. في نوع اسمه جيوبريشرايزد شيل، يعني هو من يوم ما ربنا ما خلقه وهو البريشر بتاعه عالي وبالتالي بيسبب لي باك اوف، ده نوع. في نوع تاني اسمه هيدروبريشرايزد شيل، وده بيكتسبها اثناء ما انا بحفر. وفي نوع تالت اسمه رياكتيف شيل. يبقى احنا كده الشيل قسمناهم لثلاث حاجات، ونبدأ بالموضوع الأول اللي هو الجيو بريشرايزد شيل، اللي هو جيولوجيكالي أصلا البريشر بتاعه عالي. فبنقول إيه؟ الميكانيزم بتاعه بنقول أهو، لو كان حضرتك بتحفر بيه هيدروستاتيك بريشر وكان الوزن بتاعه نوت سفيشنت أو مش كافي تو سبورت ذا بور بريشر، يعني مش كافي إن هو يسيطر على البور بريشر اللي هو الفورميشن بريشر يعني عند جدار البير، فبالتالي حضرتك هتخش هنا في مرحله الاندر بالانس، وبالتالي هيحصل ستريسز موجوده في الشيل وهينتج لك حاجه اسمها سبلنترد كيفنج، يعني هتلاقي شكلها كده عامله زي الابر، يعني شكلها عامل زي السبلنتر يعني مدوره كده، واخد بالك؟ فزي ما انت شايف هنا في الصوره بقول لك اهو، ادي عندك هنا الهيدروستاتيك بريشر لو كان قادر يسيطر على الفورميشن، يعني كان الفورميشن مثلا ب 4700 هيدروستاتيك 5000 فهو مسيطر عليها عامل ويلبور ستابيليتي. انما لا قدر الله لو كان العكس بقى، لو كان ده مثلا 5600 وانت ده عندك 500 مثلا هنا، هتلاقي حضرتك اللي هيحصل مشكله هنا ان انت هتلاقي الكاتنج بتاعه الشيل هتتكسر زي ما انت شايف كده، ويحصل لها ان هي تتكسر وتجمع لك وتتكوم حوالين البي اتش اي، وبالتالي حضرتك تحصل لك باك اوف ميكانيزم. فبنقول اوفر ذا تايم ذا كيفنج شيبس بيكم مور بلوكي with hole enlargement as the shape of the hole becomes irregular، وبالتالي the radius relieved stress becomes larger. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني حضرتك هنا كده في المرحله ديت هيبدا يتكسر شويه من الشيل، ويبدا يطلع لك على الشيل شيكر، يكسر الشيل يتكسر، فمع الوقت هتلاقي الحته ديت كده كبرت، حصل لها hole enlargement او wash out، يعني البير حجمه زاد، اوكي؟ فبالتالي لما يزيد الحجم حضرتك فهنا الانيولار فيلوسيتي اللي تبقى موجوده هنا بتبقى اقل من نظيراتها مثلا في السكشن ده او نظيراتها في السكشن ده، فبالتالي ممكن تقل لدرجه انها تسبب سيتلينج او تراس، بتبقى اقل من السليب داون فيلوسيتي او اقل من السليبنج فيلوسيتي بتاعتك، وبالتالي حضرتك تلاقي ان الكاتنج بدات تتكون معاك فوق البي اتش اي، وبالتالي حضرتك حصل لك باك اوف او اتردم البير معاك. يبقى ده شكل بتاع السبلنتر كيفنج زي ما انت شايف كده، بتبقى واخده شكل مقوس كده، ومع الوقت لما بتكبر شويه بتبقى شكل بلوكي زي ما انت شايف كده مع الوقت يعني، خلاص. فبالتالي حضرتك ده الشكل ده لما تشوف الشكل ده اعرف ان دي اسمها جيو بريشرايزد شيل، يعني ناتج نتيجه وجود بريشر. يبقى من الحاله دي انا محتاج اقلل المضويت بتاعي، لان في شكل تاني من الشيل بيظهر بيبقى النيدل شيب، يعني عامل زي الابر كده. النيدل شيب ده حضرتك ممكن يكون جاي اصلا نتيجه ان انت عندك ان في ستريسز في البير، والفلتر كيك مش كافي، وانت عمال تعمل فايبريشن بدريل سترينج فعمال تكسر في البير وانت نازل، فبتلاقيه نازل في شكل ابر يعني. فده الفرق بين الميكانيكال شيل والبريشرايز شيل. الميكانيكال بيبقى شكله نيدل، انما البريشرايز زي ما شايف كده بيبقى شكله سبلنتر او بلوكي. تمام؟ طيب. زي ما قلنا اهوت الكاتنج لما بيحصل مع الوقت ان انت عندك طالما ان المض مش كفايه او الوزن ما هوش كافي ان هو يسيطر على الهول بتاعتك، فبيقعد كل شويه الكاتنج تقع 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 تقع، فبالتالي يحصل لك هنا هول انلارجمنت زي ما اتفقنا، تبقى الانيولار فيلوسيتي بتاعتك هنا اقل من هنا، يعني اقل من نظيراتها في حته ثانيه، وبالتالي تقل عن السليب فيلوسيتي، وبالتالي يحصل لك باك اوف بشكل اسرع مما تتخيل. يبقى اوفر ذا تايم اف ذا مود ويت از نوت انكريزد، لو حضرتك علاجه الوحيد ده ان انت تعلي المود ويت، علاجه انك تعلي المود ويت، لو المض هنا ما زادش الوزن بتاعه ايه اللي هيحصل؟ هينتج عنك لارج كيفنج، يعني لارج كيفنج زي ما انت شايف كده
اللي هي بنسميها بريك اوت او ووش اوت يعني بشكل عام في الفورميشن. Where cuttings collect in due to the reduction in annular velocity against the caving, وبالتالي بتعمل بعد كده collected cuttings can slide back into the hold, وبالتالي يحصل لك الباك اوف بتاعك. خلاص؟ طيب ده اول حاجه. طيب يبقى ده الميكانيزم بتاعه. طيب الريكوجنايزنج بتاعه يعني انا بعرف منين ان انا حصل لي جيوبريشرايزد شيل او ان انا عندي جيوبريشرايزد شيل. خد بالك انت في مرحله ديت انت قادر تسيطر على البير شويه، المرحله دي خلاص انت فقدت السيطره. فعشان تنتقل انت من دي لدي ربنا كده بيديك اشارات، لو ما خدتش بالك منها هتوصل لدي. يعني ربنا بيديك اشارات وانت شغال هنا، خد بالك منها وعالج الموضوع. طب انت لو ما خدتش بالك هتحصل الموقف ده. فايه بقى الريكوجنايزنج الحاجات اللي بتشوفها؟ اول حاجه قبل ما ما استك، يا ترى بيبقى انا موفينج ولا ستيشنري؟ قال لك عادي ممكن تحصل وانت موفينج وممكن تحصل وانت ستيشنري، ما فيهاش اي مشكله. يبقى الموشن اللي هي الحركه بتاعتك قبل ما تستك على طول ممكن تكون بتتحرك او ستيشنري مش فارق. انما السيركوليشن بقى اهو، السيركوليشن بعد ما حضرتك ما استكيت او قربت استك بيقول لك بيبقى امبوسيبل اور ريستريكتد، يعني ايه؟ صعب تماما، زي الحاله دي ان هو اتردمت تماما وبالتالي بيبقى في عندك هنا ترابد بريشر تحت، او ريستريكتد يعني راجع لك راجع ها بسيط جدا، ومع الوقت لو ما خدتش بالك ان الراجع البسيط ده ممكن تفقده كليا يعني. فيبقى الريكوجنايزنج يعني انا بعرفه ازاي؟ من خلال الموشن، بنقول اهو ممكن قبل الاستاكنج تبقى انت بتتحرك او لا، انما السيركوليشن بعد ما استقيت تبقى امبوسيبل. ايه بقى الاسباب؟ وات ار ذا كوزز؟ فبنقول الاسباب اول حاجه ناتشرالي بريشر ذا شيل از دريلد ويز انسفيشنت مود ويت. يعني احنا قلنا اصلا ان يوم ما تكونت الخليقه وتكونت طبقات الارض والشيل ده وهو بيتكون كان جواه ميه، الميه دي فضلت جواه، وبعدين هو الشيل اصلا امبرمابل، فبالتالي مع الوقت مفيش سكويزنج بيحصل للميه دي، ففي وجود بيئات ترسيب مختلفه فوقيه، فمع الوقت بيبدا يعمل عليه اوفر بريشر 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 بريشر، فهو اصبح من جوه هاي بريشر زون، يعني هو مضغوط على اخره. فاول ما حضرتك ما بتحفر تخترق الجزء ده انت فتحت له منفذ، فوانس انك فتحت له منفذ لقى حته فيبدا يتكسر وينزل لك فيها على طول. يبقى ناتشرالي بريشر شيل از دريلد ويز انسفيشنت مود ويت، يبقى العلاج ان انا هنا اعمل ايه؟ اعلي المود ويت بتاعي لو انا عايز اعلي. طيب الورنينج ساينز بقى، يعني حضرتك كده وانت بتحفر في علامات كده في الطريق تقول لك خد بالك انت داخل على مشكله. فايه بقى هي الورنينج ساينز؟ يقول لك اول حاجه ديورنج دريلنج يعني اثناء الحفر بتلاقي ايه اللي بيحصل معاك؟ يقول لك increased في الريت اوف بنتريشن. حضرتك بتلاقي هنا الريت اوف بنتريشن عالي قوي. ليه؟ الطبيعي ان انت كل ما بتحفر ما بتنزل لجوه المفروض ان الريت اوف بنتريشن يقل نتيجه ان الصخر نفسه بيبقى متماسك مور كومبيتنت. انما حضرتك لو الصخر ده كان في هاي بريشر زون، يعني هنا البريشر هنا اعلى من الفورميشن بتاعتك، سوري اسف اعلى من الهيدروستاتيك بتاعك، وبالتالي حضرتك بتحفر وكانك بتحفر اندر بالانس، انت بتحفر وزي ما يكون في حد بيشوط معاك الكاتنج دي يطلعها، فبتلاقي الحفر سريع جدا كانك بتحفر اندر بالانس. يبقى اول علامه انكريز في الار او بي از ذا فورميشن تنس تو بريك از اندر بالانس از انكريزد. فبنقول دي نقطه في غايه الاهميه اللي احنا بنتكلم عليها. خلاص طيب ايه في الحاله دي؟ تقول لك بقى الاي بي اي تقول لك ايه؟ يقول لك الفاست بريك ده اخرك 15 قدم، اخرك 15 قدم اقف اعمل فلو تشيك. طب لو عملت فلو تشيك لقيت الدنيا نيجاتيف خلاص خد هاي فيس بقى ونظف القرف ده كله خلاص. طب لقيته بوزيتيف لا على طول اقفل اعمل شات داون، اعمل شات داون وايه او اعمل شات ان اسف، وابدا بقى ايه سجل بريشراتك بقى وشوف الدنيا هتعمل ايه، تقتل وارجع لمحاضرات الورك كنترول في الكلام. خلاص يبقى اول حاجه بتلاقي انكريز الار او بي تمام، ثاني حاجه بتلاقي فيه انكريز الراتيك تورك اند بريشر. طبيعي انا وانا بحفر لو الدنيا ماشيه معايا سموث غير لما يبقى في حاجه بتضايقني، كل شويه شويه طوب او شويه كاتنج تيجي معايا، كل شويه شويه كاتنج تيجي معايا، شويه كاتنج يجوا معايا، فطبيعي بيعمل معايا تورك بيزود التورك، فتلاقي التورك عمال ينتش ايراتيك تورك، يعلى للماكسيمم وينزل للصفر، يعلى للماكسيمم وهكذا عمال رايح جاي رايح جاي. بتبص لها كده انت على الشاشه
تحس كأن في واحد عمال يشخبط بالقلم يعني. فانكريز الراتيك تورك اند بريشر، البريشر عمال يعلى وينزل، يعلى يعلى وهكذا. حضرتك از انيلوس كاتنج از لودد، لان طبعا حضرتك بيبقى في كاتنج عندك، فبيبقى اللود اللي موجود عالي، وبالتالي البامب بريشر بيعلى عشان يقدر يطلعها لك لفوق. تالت حاجه وده اهم حاجه، بتقول انكريز فوليوم اوف كيرفد سبلنتري كاتنج اوفر ذا شيل شيكر. حضرتك وانت واقف على الشيل شيكر هتلاقي في كاتنج كتير قوي عماله تطلع وترمي بشكل مختلف عن الكاتنج العاديه. ففي الحاله دي تعرف ان ايه؟ ان في عندك مشكله، لان خد بالك دايما المشاكل دي بتظهر لك كده، لو ما خدتش بالك منها هتبقى كارثه. طيب ده كان اثناء الحفر. طب اثناء بقى ما انا بعمل كونكشن، يعني انا خلاص حفرت الماسوره ديت او الاستاند ده وجاي اعمل كونكشن، بلاقي ايه بقى معايا في الورنينج ساينز بقى برضو الاقيها؟ الاقي معايا اول حاجه increased erratic overpull وبريشر افتر كونكشن. بمعنى انا دلوقتي بعد الكونكشن كانت البامب طافيه، لو جيت اشتغل مره واحده هيحصل معايا هتلاقي في بيكه في البريشر عاليه قوي، لان الدنيا هنا مسدوده. فانا لا بحتاج ان انا او كمان في نفس الوقت الطفله برضه في مرحله الجل يعني بارده، فانا بحتاج ان اكسر الطفله دي بالراحه كده وابدا ستارت واحده واحده لحد ما ابدا اخد الراجع تاني واحده واحده وكذا. فيبقى حضرتك بتلاقي بقى انكريزد في الاوفر بول، لما اجي اطلع اوفر بول كده بسيط عشان استعدل وضع السترنج عشان ابدا احفر مره تانية واعمل كونكشن، بيحصل معايا الراتيك اوفر بول، يعني بتلاقي في شد عاليه. تاني حاجه بلاقي البريشر بتاعي بيزيد بعد الكونكشن. طيب لو انا ما كنتش حاطط فلوت فالف في البيت سب اللي موجود هنا، فهتوقع ان ممكن يحصل لي فلو باك، يعني ممكن الاقي حضرتك في راجع جامد راجع لي منين؟ من التيوب. ليه؟ لان زي ما قلنا دي جيوبريشرايزد، يعني طف يعني وزنها انفورميشن عاليه عماله تحدف لك كاتنج كاتنج كاتنج، فالكاتنج دي بتزود لك الوزن او بتزود لك البريشر اللي موجود في الانيولاس عن اللي موجود فين؟ في الدريل بايب، وبالتالي ممكن يحصل لك تلاقي في فلو باك راجع لك من الدريل بايب. فطبعا بيبقى حضرتك ممكن لو ما كانش سيرجين انت واخد معاك فلوت فالف في السترنج في البي اتش اي، ساعتها حضرتك ايه؟ هتلاقي في راجع جاي لك مع كل كونكشن. هول فيل افتر كونكشن. هول فيل افتر كونكشن يعني اول ما اجي ابتدي اعمل ستارت الاقي معايا، فهو في عندي طبعا طفله مفقوده، يعني الطفله اللي هنا انا وقع معايا شويه هنا، روحوا في الوش اوت اللي هنا، فالطفله هنا الليفل بتاعها وقع شويه، فبحتاج ان انا الاقي الراجع ما يجيليش مباشره، يجي لي بعد شويه يعني. فدي اسمها هول فيل افتر كونكشن. انكريز للفوليوم اوف كيفنج اون كونكشن بوتوم اب، يعني مع كل بوتوم اب باخده او كل ما اخد هاي فيس عشان انضف الاقي في كميه مش طبيعيه من الكاتنج راجعه لي على الشيل شيكر. فدي الورننج ساينز اللي انا بشوفها. طيب ايه العلاج بقى يا جماعه؟ في العلاج يقول لك في حاجه اسمها بريفنتيف اكشن، يعني حل وقائي انا باخده في الاول خالص قبل ما احفر احطها في البرنامج في اعتباري. زي ما انت شايف اهو، انا ببقى عامل حسابي على الفورميشن بريشر والفراكشر بريشر، ده بنسميه الويندو بتاع الدريلنج ويندو يعني. فحضرتك انا بحفر بالوزن بتاعي اللي يغطي لي منطقه الكيفنج زون، ما بقاش اقل منها عشان ما يحصلليش مشكله. خلاص يبقى بلان امود ويت تو مينتين سفيشنت اوفر بالانس اول ذا تايم، يبقى لازم باخد معايا على الاقل مثلا 200 بي اس اي اوفر بالانس على الفورميشن، بحيث ان انا اكون مغطيها حتى لو معايا بريشرايزد زون لازم اغطيها برضو، او حتى لو هنزل احط لها مثلا كيسنج لوحدها اكون عامل في اعتباري الاول خالص ان هنزل احط لها كيسنج، بحيث ان انا اقدر احفر الطبقات اللي بعدها مثلا بسهوله. ثاني حاجه كيب مود ويت از بلاند سكيدول، يعني المود ويت زي ما هو في البلان بتاعك ما تحاولش تعدل فيه. If have any warning signs start to increase the mod weight as at increment until indication vanish، يعني ايه؟ يعني حضرتك لو لقيت مثلا اي علامه من الورننج ساينز، لقيت اراتيك تورك او لقيت البريشر بتاعك بيعلى او لقيت اوفر بول في الكونكشن او لقيت كيفنج او شيل شيكر، على الشيل شيكر لقيت كيفنج عاليه، الحاله دي ابدا زود المود ويت واحده واحده كده لحد ما الظاهره دي تختفي. طبعا بالكلام ده كله بيبقى بالتنسيق مع التريننج انجينير اللي في المكتب. ليه؟ لان هو بيبقى دارس اكتر الفورميشن، ربما اجي اعلي المود ويت الاقي في طبقه مثلا تحتها تكون مثلا ديبليتد، فانا على ما اعدي من ده الاقي نفسي استقيت هناك ديفرنشال، يعني كنت خايف استق ميكانيكال او كنت خايف استق باك اوف فاستقيت ديفرنشال. لا، فلازم ارفع الوزن بس لازم
يكون تحت اشراف الدريلنج انجينير والناس اللي متابعه معايا في المكاتب يعني. بيفور ميكينج كونكشنز سيركوليت لخمسه او 10 دقائق قبل ما تعمل كونكشن. ليه؟ عشان ابقى ضمنت ان انا بعدت الكاتنج عن البي اتش اي، لان البي اتش اي دي اقرب منطقه. يعني مثلا بتلاقي فيها الاستابلايزر، لو انا محفور مثلا بدقائق 8 ونص بتلاقي الاستابلايزر بتاعك وليكن 8 وربع مثلا، فمنطقه ضيقه قوي فيري نارو، فانا محتاج ان انا سيركل شويه من 5 ل 10 دقائق بحيث ان ابعد الكاتنج دي عن البي اتش اي، بحيث ان انا لو وقفت حتى عملت كونكشن ولا اي حاجه يبقى في وقت حتى مع الجل مثلا بتاع الطفله ان هو يتماسك قليلا قبل ما الباك اوف ده ما يحصل له وتحصل لي مشكله. ميك كونكشن ات سفيشنت هايت اوف بوتوم، يعني حضرتك لو هتعمل كونكشن خد ريح السترنج بتاعك فوق على ريك فلور، بتريحه طبعا على السليبس بس يبقى معاك سفيشنت هايت فوق عشان ما يحصلش معاك مشكله لا قدر الله لو لو حصلت الكاتنج دي رقدت معاك على اللو سايد ولا رقدت معاك على البي اتش اي ولا حاجه، او مثلا يبقى معاك مكان عشان لا قدر الله لو رقدت يبقى انت معاك روم انك تضرب جار داون برضه في نفس الوقت يعني. طيب سيركوليت ذا هول كلين بيفور تريبنج اند ستيك تو ذا تريبنج بروسيدجرز، يعني ايه يا جماعه؟ يعني قبل ما اعمل تريبنج اتاكد تماما ان الشيل شيكر نظيف، اخد بوتوم اب 2 3 4 على حسب شوف انت بتاخد كام. في نفس الوقت التريبنج بروسيدجر انا مثلا وانا طالع هاخد اول ثلاث مواسير مثلا بامب اوت بحيث ان انا ابقى معايا روم لو هضرب جار. طب انا مثلا في نقطه استقيت فيها في النص او نقطه تايت سبوت خلاص اجرب كده اشد الاول، ما نفعتش طب اشغل البامب، ما جاتش اخد الباك ريم وهكذا. تريبنج بروسيدجر ده كان الجزء الاول يا جماعه اللي احنا قلنا عليه ايه الجيو بريشرايزد شيل. طيب الجزء الثاني النهارده بنسميه هايدرو تشارجد شيل، يعني ايه؟ يعني حضرتك الكلام ده حصل اثناء ما انت شغال وانت بتحفر، وانت بتحفر كنت شغال اوفر بالانس، فحصل ان الميه بدات تخش في الفورميشن وبدات تعمل ايه؟ بدات تخش في الفورميشن طبعا بظاهره الاوسموسيس يعني بتاعتنا، وبالتالي حضرتك لما دخلت هي كده سببت لك ان انت معاك يبقى خلت الشيل يبقى جيو بريشرايز تمام. فاحنا بنقول اهو اوفر ذا تايم اوفر بالانس سلولي درايفز ذا مادز ووتر فيز انتو ذا اكستريملي لو برمابيليتي اوف ذا شيل. خلاص طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ بيحصل بكذا ميكانيزم. اول ميكانيزم بنسميه ميكانيزم اسمه الادفكشن. ادفكشن ده عباره عن ايه؟ ذا بريشر سيرجز، يعني حضرتك لو كانت الطفله بتاعتك معاك الوزن الجيل سترينث بتاعها عالي وبالتالي حضرتك نازل بسرعه عاليه فبيحصل حاجه اسمها بريشر سيرج. خلاص السيرج والسواب يعني طبعا ده اسمه بريشر سيرج مع وجود الهاي اي سي دي، وبالتالي بيعمل لك مايكرو فراكشرز في الطبقه، وبالتالي المايكرو فراكشرز دي بتخلي الميه تخش في قلب الشيل وتبقى عامله زي طبقه كده ورا الشيل، فبالتالي الشيل اصبح ايه؟ اصبح فيه ميه وراه فاصبح بريشرايزد ايه؟ شيل، يعني اصبح اسمه جيو هايدرو بريشرايز او هايدرو تشارج. الحاجه الثانيه اللي ممكن تتسبب فيها حاجه اسمها الاد سوربشن. الاد سوربشن ايه الفرق بين الاب سوربشن والاد سوربشن؟ حكينا على الكلام ده في الطفله. قلنا الاب سوربشن يعني زي الميه كده والملح اسمه اب سوربشن اللي هو ايه؟ بيخش بيختفي بيبقى بيمتلك صفاته ولكن بيختفي شكله، يعني الملح لما يدوب في الميه هتبقى الميه مالحه لكن اصبح ايه؟ ما بقاش فيه كريستالات من الملح موجوده. انما مثلا لما نقول الاد سوربشن يعني ايه؟ يعني الرمل مثلا لما اجي احطه في الميه مثلا على سبيل المثال فبيبقى حاجه اسمها اد سوربشن بيشارك في التفاعل بالسطح الخارجي بتاعه لكن بيظل محتفظ بصورته. خلاص؟ يبقى بيشارك بالتفاعل لكن يظل محتفظا بصورته، فبنقول اد سوربشن ده بنقول if non inhibited water is exposed to high clay content shale فالشيل بيحصل له هايدريشن از ووتر اتاتش تو ذا بليتلتس، وبالتالي حضرتك قلنا ان الشيل ده لو ارجع لمحاضرات الشيل هو بياكت از سيمي بيرمابل ممبرين، وبالتالي حضرتك بيحصل له عشان يستقر بيعمل الاد سوربشن ده مع جزيئات الميه علشان يستقر، وبالتالي حضرتك ممكن يحصل لك الجيو بريشرايز ده. الظاهره الثالثه ودي معظم الناس بقى خايفه منها وهي ظاهره الاوزموسيس فينومينا او الاوزموتيك بريشر بشكل عام. بنقول ايه؟
This mechanism occurs when the mud salinity with mud with sorry, when a mud with a salinity lower than that of the shale, so the water moves into the shale porosity. فدي ظاهرة الأوزموسيس يا جماعة اللي احنا بنحكي عليها، بنقول ان هي بيحصل انتقال من الحاجة اللي الملوحة بتاعتها اقل الى الاعلى. بمعنى لو انا بحفر بطفلة السالينتي بتاعتها اقل من الشيل، فهتلاقي ان المية دي تخش للشيل جوه، وبالتالي تعمل هيدرو تشارجد، يعني تخليه مشحون بالبريشر اللي ممكن بعد كده يتكسر ويعمل لك باك اوف. والعكس بالعكس، لو الشيل كانت السالينتي بتاعته اقل بكتير من الميه، هتيجي بقى الميه اللي في الشيل هتنتقل بظاهره الاوزموسيس الى الطفله، وبالتالي هيقعد يمص الميه اللي في الشيل، فيبدا يشرخ من جواه ويحصل ستريسز، مع وجود حركه السترنج يبدا يتكسر ويعمل لك برضو باك اوف. اذا الاوزموسيس بشكل عام هو اللي بينتقل الظاهره اللي بيحصل فيها انتقال بين السالينتي الاقل الى السالينتي الاعلى، او من كونسنتريشن الاقل الاعلى، كنتيجه بقى من الكومباينيشن من الايفكتس دي كلها على بعضها، يحصل اوفر بالانس بريشر. الاوفر بالانس بريشر بيفقد، وبالتالي بتلاقي في عندك الشيل اصبح تشارجد وممكن يعمل لك مشاكل كبيره. خلاص زي ما انت شايف كده، ادي هاي سالينتي زون زي ما حكينا، ممكن دي هاي سالينتي تبدا تروح هنا لللو سالينتي، ده اللو سالينتي، دي تخش ورا هنا، يعني دي المد اللي هنا تبدا تخش هنا تشحنها، وبالتالي تبدا تاخد الطبقه الاولانيه فتبدا تتكسر، تخش على اللي بعدها تتكسر، وهكذا لحد ما يحصل لك الكلام ده كلياته وهكذا. طيب بتعرفها ازاي؟ بنقول اول حاجه الموشن، يعني قبل ما تستك تحصل وانت موفينج، تحصل وانت ستيشنري، نفس الكلام. طيب السيركوليشن، لا حضرتك بعد ما بتستك خلاص مفيش مكان ان انت تعدي منه، خلاص اصبحت مقفوله، يبقى امبوسيبل اور ريستريكتد. طيب ايه بقى الاسباب؟ زي ما قلنا لما عرف السبب بطل العجب. ايه الاسباب اللي بتعملها لك؟ اول سبب لونج تايم اكسبوجر، يعني انا عمال احفر في السكشن ده المفروض ياخد مثلا يومين، واخده انا في اسبوعين مثلا، يعني فلونج تايم اكسبوجر، وقت كبير جدا الطفله عماله تحتك بالفورميشن. ثاني حاجه اكسسيف اوفر بالانس اند اي سي دي ديورنج دريلينج، لو في اوفر بالانس عالي وفي اي سي دي عاليه، فحضرتك برضه هيحصل زي ما قلنا المايكرو كراكس، وبالتالي تخزن لك الميه ورا طبقات الشيل الاولانيه ديت، وبالتالي تبدا تتكسر وتقع لك من هنا. لوست اوف اوفر بالانس اور اي سي دي نفس الكلام. بريشر سيرج ديورنج تريبنج اور ستارتنج ذا بامب زي ما حكينا عليها قبل كده. يوز اوف نون انهبيتد ووتر بيز مد، طيب ما انا لو انا مثلا ما عنديش شيل انهبيشن حاطه عليها، فالميه دي هتعمل لي مشاكل، انما لو في شيل انهبيشن هيقلل من الخطوره، هيقلل من الخطوره. يوز ووتر بيز مد with salinity lower than that of the shale contained in water، دي اللي حكينا عليها عشان ظاهره الاوزموسيس فينومينا ما تحصلش. طيب ايه بقى الورنينج ساينز؟ يعني حضرتك وانت بتحفر كده بيبقى في علامات في الطريق خد بالك منها. وايل دريلينج بتلاقي ايه بقى؟ increase the volume of blocky caving at the shale shaker، حضرتك هتلاقي فيه يعني حاجات كبيره كده طالعه لك على الشيل شيكر. هتلاقي فيه increasing the trends of pump pressure او التورك والدراج، هتلاقي الحاجات دي بتزيد معاك. في fluctuation in circulating pressure and erratic torque، نفس الكلام ده حكينا عليه قبل كده. هتلاقي فيه partial or intermittent losses اوف سيركوليشن، اللي احنا بنحكي عليها ان انت كل شويه الهول هنا بتزيد، او اللي يحصل هول انلارجمنت في النقط ديت كده يعني بتبدا تزيد معاك، وبالتالي كل شويه ما تيجي تعبي البير فبتلاقي بياخد وقت على ما يجي لك راجع يعني. طب اثناء الكونكشن بوسيبل اوفر بالانس، بوسيبل اوفر بول اوف ذا سليبس، يعني حضرتك ايه اول ما تيجي تعمل كونكشن وتبدا تشيل السليبس السترنج على السليبس، تلاقي معاك ممكن اوفر بول يحصل معاك. باك بريشر بيفور ميكينج كونكشن، حضرتك لو انت ما انتش حاطط هنا سترينج تشيك فالف او فلوت فالف، يعني حضرتك هتلاقي هنا الوزن اعلى، فبالتالي ارجع اعمل لك باك بريشر. خلاص باك فلو اون كونكشن، لو ما فيش فلوت فالف نفس الكلام، يعني لو في ده اللي حكينا عليه. طيب هول فيل افتر كونكشن،
ده اللي حكينا عليها، قلنا برضو ان بتاخد وقت على ما يجي لك راجع عشان بتملى المنطقه الوش اوت دي. لارج فوليوم اوف كيفنج اون كونكشن بوتوم اب. طيب ايه بقى البريفنتيف ميجرز؟ يعني حضرتك في اجراءات وقائيه تاخدها قبل انت بتحفر عشان ما توصلش للمرحله دي. ايه بقى البريفنتيف ميجرز ديت؟ اول حاجه ديكريز هول اكسبوجر تايم، بقدر المستطاع تحاول ان انت تخلي الوقت بتاع حفر السكشن ده بتاع الشيل اقل ما يمكن. تمام. الحاجه الثانيه مينيمايز المود ويت اند مينتين سكيدول، يعني المود ويت بتاعك اللي يكفيك ان انت تحفر وفي نفس الوقت يكون عامل اوفر بالانس، يعني ما يبقاش عالي قوي فيعمل اوفر بالانس كبير ويعمل لك مايكرو كراكس، وفي نفس الوقت ما يبقاش قليل قوي فيعمل لك مشكله. فاحنا ايه، خلي المود ويت في المرحله اللي هي الايه الوسط دي. طيب يوز اويل بيز مود اور انهبيتد ووتر بيز مود، وارجع لمحاضرات الشيل انهبشن عشان تعرف انواع مختلفه من الانهبشن بتاع الشيل يعني، وتحتفظ بالسالينتي بتاعتك جاست اباف ذا ووتر سالينتي بتاعت الشيل عشان ظاهره الاوزموسيس. Keep the hole clean to minimize the ECD. باستمرار اخد هاي فيس وانضف عشان لو معايا كاتنج عشان الكلام ده كله، بحيث keep the hole clean معظم الوقت عشان اقلل من ال ECD. طيب لو لقيت انا بقى warning sign is observed، لو لقيت انا بقى خلاص في warning signs يعني مثلا في كاتنج طلع لي على الشيت شيكر كبيره، في الكلام ده كله اعمل ايه؟ اقلل الريت اوف بنتريشن، واقف اسيركل شويه كده انضف البير بتاعي وابدا ارفع المود ويت جرادولي لحد ما الهول يبقى ستيبل، ولكن بمعلوميه الدريلنج انجينير او المكتب بتاعك ما تاخدش قرار من دماغك. طيب ستارت اند ستوب ذا بامب سلولي، بالراحه. ليه؟ لان البامب حضرتك لما تيجي تستارت انت الطفله كنت بتعمل كونكشن فالطفله بارده شويه، ليه؟ لانها في وضع جل، فهي جل الطفله عامله جيلنج، فساعتها لو حضرتك رفعت جامد ممكن يحصل سبايك ولا حاجه، ممكن تكسر الطبقه دي نقطه، وفي نفس الوقت ممكن تخلي الكاتنج اللي هي موجوده دي تضغطها مره واحده تلزقها في بعضها بدل ما هي متفككه كده ومتشاله. لا، فاحنا محتاجين بالراحه عشان يبدا يحصل ترانسفير بالراحه كده للفلو ريت بتاعك، فيبدا يشيل الكاتنج من فوق ثم اللي بعدها ثم 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 وهكذا. انما لو رفعت مره واحده ممكن مع الطفله في وضع الجل ممكن تلزق لك الكاتنج اللي تحت دي فوق، تبقى عملتها لك بلجه في بعضها، تبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه لك. يبقى start or stop bump slowly and rotate the string before starting bump to decrease the bump pressure spikes. Control tripping speed to minimize the pressure surge زي ما اتفقنا عليها عشان ما تعملكش مشكله. طيب رابع نوع بقى بنسميه، بنقول الرياكتيف شيل. يعني ايه بقى رياكتيف شيل؟ يعني هو اصلا زي ما انت شايف كده الشيل نفسه بيتفاعل مع وجود الميه اللي موجوده وبيمص الميه ديت، زي اشهر نوع اللي هو الكالسيوم مونتمورلونايت والصوديوم مونتمورلونايت يعني. وبعدين بيعمل ايه بقى؟ بياخد حاجه اسمها ووتر فيلم حواليها او ووتر انفلوب، يعني بيعمل زي كده حوالين كل جزيء او كل جزء كده ووتر انفلوب، وبالتالي الووتر انفلوب ده بيبعد ما بينهم المسافات ما بينهم، فتلاقي حضرتك ايه الحجم بتاعها زاد، بنسميه سويلنج اللي هو نفش. فنفش ده ايه؟ نفش فجاه على طول يضيق على الدريل سترنج بتاعك ويقفش وتبقى حضرتك استقيت. فدايما ناخد بالنا من دي. يبقى عندك اهو الدي هايدريتد شيل بليتلتس بتبقى بلس اور ماينس 2 مايكرون كومبيرت تو اجريجيتد، يعني زي بعضها زي ما انت شايف كده. اول ما بيمص الميه او بياخد الميه الفريش ديت فحضرتك بيبقى كل واحده حواليها ووتر انفلوب زي ما انت شايف كده اللي بنسميها ابزوربت ووتر موجوده هنا، وبالتالي بتبعد هي المسافات ما بين كل شيل وشيل وشيل وهكذا، فبيعمل لك ظاهره السويلنج يعني النفش. خلاص. طيب ايه بقى الميكانيزم بتاعه؟ زي ما قلنا هاي كلاي كونتنت شيل وين بيكامينج اكسبوز تو فريش ووتر. وخد بالك من كلمه فريش ووتر دي مش معناها اكوا، لا ده معناها ان انت اقل من السالينتي بس بدرجه كبيره. خلاص. يعني مش فريش ووتر يعني معناها ميه شرب يعني، لا. خلاص. يبقى حضرتك اهو هاي كلاي كونتنت شيل وين بيكام اكسبوز تو فريش ووتر اكزبت ايه هايدريشن ذات ليدز تو سويلنج اند فيلير اوف شيل. طيب الكونديشنز افتر اكسبوجر، يعني حضرتك بقى دلوقتي هتلاحظ ايه؟
بيقول لك شورتلي افتر اكسبوجر، يعني بعد ما تعرض للميه الفريش الكتير ديت، بيقول لك الووتر انفيدز ذا شيل اللي هي الرياكتيف كلاي بليتلتس اتاتش اور اتراكت اند هولد ووتر، اللي بنسميها ظاهره الاد سوربشن، اللي هو ايه الاقل او الفريش يعني اقل في السالينتي تروح للاعلى سالينتي خلاص. وبالتالي يحصل معاك ان ذا انفيدنج ووتر ويدجز بتوين بليتلتس، يعني بتخش حشره من الاثنين، وبالتالي بتوسع المسافات ما بينهم، اللي بنسميها ظاهره السويلنج اللي هو بينتفاش، يعني بينتفش خلاص. وبالتالي البريتل شيل ديفورمز باك تو داكتايل كلاي، وبيحصل لك مشكله معاك ان السويلنج الاوز البي هيدروستاتيك تو بينتريت انتو ذا شيل causing increased hoop stress by the hydro charging، يعني حضرتك بقى كل ما يتكسر شويه بيسمح لك اكتر ان الميه تخش ورا، ويعمل لك حاجه اسمها hoop stress اللي بتسبب لك مشاكل كبيره جدا. طيب لكم the combination of decreased rock strength and increased stress soon leads to the failure اللي احنا حكينا عليه. طيب recognizing بعرفها ازاي؟ زي ما انت شايف اهو الكلاي بتبقى عباره عن قطعه زي ما انت شايف محاطه بالميه من كل اتجاه، فبتنفش اهو كل ده، هي كانت في الاول بالوضع ده، الميه دخلت هنا وهكذا لحد ما نفشت بالمنظر ده. طيب ريكوجنايزنج يعني بعرفها ازاي؟ اول حاجه المونيتور يعني الموشن بتاعتي قبل الاستيكنج كان ايه وضعي، ممكن وانت موفينج ممكن وانت ستيشنري ماشي. السيركوليشن افتر ستيكنج برضو امبوسيبل اور ريستريكتد، مفيش مشكله. ايه بقى الاسباب؟ اول حاجه دريلنج ووتر دريلنج ووتر سنسيتيف شيل وذ دريلنج فلويد وما فيهوش انهبشن. طيب ايه بقى الورنينج ساينز بتاعتك؟ ايه هي الورنينج ساينز اللي تاخدها في اعتبارك؟ ده هاي كلاي كونتنت شيل زون زي ما انت شايف كده، كل شويه اما يحصل ميه تنفش فبيبقى يبدا يتكسر ويقع لك هنا، حضرتك تستك اللي هو ظاهره الباك اوف اللي احنا بنحكي عليه. حضرتك اثناء الدريلنج هتلاقي ايه؟ هتلاقي حضرتك بقى الطفله بتاعتك الفانل فيسكوستي زادت، الام بي تي زادت، نسبه السوليدز كمان زادت. ام بي تي اللي هي الميسلاين بلو تيست اللي هي بتكشف لك نسبه الاكتف شيل اللي موجوده في او الاكتف كلي اللي موجود في الشيل. يبقى هتلاقي في زياده في الفانل فيسكوستي، زياده في الجيل سترينث، زياده في الام بي تي، زياده في السوليدز بتاعتك. هتلاقي في سوفت كلاي بولز اوفر ذا شيكر، هتلاقي الشيكر عمال يحدف لك ايه سوفت كلاي، يعني بتلاقيه طري كده يانج فورميشن، مش 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 اولد فورميشن، هتلاقيه لسه يانج كده صغير يعني في السن كام مليون سنه بس. انكريزنج فلكشويشن ترندز اوف بريشر اند تورك، هتلاقي في حضرتك البريشر والتورك بيعلو. هتلاقي في بارشال اور انترميتنت لوسز اوف سيركوليشن، هتلاقي الكلام ده معاك برضه. اثناء التريبنج بقى هتلاقي ايه اللي هيحصل معاك؟ نفس الكلام، هتلاقي في increased caving volume on connection bottom up. ال P surge pressure surge to start circulation، تيجي تبدا start circulation هتلاقي في بيك البريشر بتاعك بيعلى قوي. تايت سبوت ويل تريبنج، ده طبعا لما شرب ميه نفش فضيق الهول بتاعتك، فبالتالي بتلاقي معاك تايت سبوت وانت بتعمل تريبنج. excessive fill on bottom نفس الكلام، بيجي لك راجع بعد فتره طويله. طيب ايه بقى البريفنتيف ميجرز، ايه الاجراءات الوقائيه من النوع ده من الشيل؟ اول حاجه استخدم انهبيتد مد، يبقى كونسيدر اويل بيز مد او انهبيتد ووتر بيز مد، سولت كي سي ال بوليمر بي اتش بي اي جلايكول سيليكيت، يعني عندك انواع لا حصر لها. ديكريز الفلويد لوس تو ذا مينيمم، لان حضرتك الفلويد لوس ده لما بيخش فبيسبب لك ان انت يحصل الانتر اكشن ده، وبالتالي يعمل لك الشيل سويلنج بتاعتك. احنا نحاول نقلله بقدر المستطاع للمينيمم بان احنا نحط يا اما اسفلتك ماتيريال زي اسفلتك ماتيريال، او نحط له فلويد لوس ريديوسرز بدوز عالي، وطبعا تركز قوي تشوف مثلا اذا كان بيتفاعل مع الكالسيوم ولا لا، وتقلل نسبه الكالسيوم طبعا عشان تبوظ البوليمرات بشكل عام. كونسيدر اتار بيز ماد اديتيف اور بوليمر تو بيرفورم ذا فيرم مات كيك، اللي احنا قلنا عليها بقى عشان تعمل مات كيك كويس، تار بيز اللي احنا قلنا على اسفلتك ماتيريال، يعني بتحطها دي دايما بتخدمك قوي ان هي بتسد البورز اللي موجوده في الفلتر كيك، وبالتالي بتقلل لك قوي الفلتريت اللي بيخش وهكذا. طيب يوز شيل انكابسوليشن اديتيف زي الكلي سيل مثلا، ده نوع، او البي اتش بي اي او الكلام ده كله، تقول ان هو بيحميك منها يعني.
يوز مينيمم مود ويت ذات ستابلايز ذا شيل، اقل حاجه خالص اللي تعمل شيل ستابلايزيشن. مينيمايز الهول سيكشن اكسبوجر تايم، يعني بقدر المستطاع احفره في اسرع وقت. عشان كده دايما حتى بنقول الشيل بشكل عام لما بنيجي نحفره بنحاول حتى نخليه فيرتيكال، يعني يقول لك من البروسيجرز عشان تحفر الشيل بقدر المستطاع السيكشن اللي هو فيه تبقى انت ماشي فيرتيكال از ماكسيمم از بوسيبل، عشان الاستريسز اللي موجوده في الشيل ده حاجه، ثاني حاجه عشان الكاتنج اللي تبقى راقده في اللو سايد وبتعمل لك افالانش وبتعمل لك مشاكل، بقدر المستطاع مينيمايز الهول سيكشن اكسبوجر تايم. طيب انا دلوقتي خلاص استقيت، عايز اعمل فريينج بقى من الشيل ده، هعمله ازاي؟ زي ما انت شايف اهو عندك الجار وادي الكاتنج حوالين البي اتش اي بتاعك، هتعمل ايه؟ اول حاجه بليد اوف بريشر لحد 200 بي اس اي، انت مثلا معاك بريشر اهو خلاص، انت بقى معاك هنا بريشر في الانيولوس مردوم عليه اسمه بنسميه ترابد بريشر، ترابد ده مثلا 500 ولا 1000 ولا غيره، لازم اقلله لحد 200 بي اس اي، يبقى بليد اوف بريشر لحد 200 بي اس اي. وبعدين اعمل تورك اب ذا سترنج لحد 80% من الدريل بايب ميك اب، يعني انا دلوقتي مستك اهو، فبعمل الميك اب مثلا بتاعي وليكن كان عند 11000 او 12000 زي ما يكون، باخد 80% منه وبقعد عشان اعمل تورك اب، بعمل تورك واحط ان الوزن بتاعي كله واخد بالك، بحيث اعمل تورك ترانسفير، بحيث ان اعمل ايه؟ تورك ترانسفير. بعد كده لو انا عند الروم بضرب جار داون وايل هولدنج تورك، يبقى التورك مع جار داون، وقلنا قبل كده ما نحاولش نعمل تورك مع جار اب عشان ما يحصلش مشكله في السترنج، وقلنا الكلام ده مش دقيق قوي لان ممكن اعملها بس بليمت معينه وابقى عارف معايا الكيرف بتاع الافشنسي بتاع الدريل بايب بتاعتي عشان التول جوينت ما تملص منها. بقولك ايه بريشر دروبس اوف، يعني لو البريشر ده اللي هو موجود تحت ده قل، ده معناه انه انت حضرتك بدات تخلخل في الحته دي، فابدا سلولي واحده واحده كده انكريز ستروك بير مينيت تو مينتين ذا بريشر واحده واحده تاني، عشان ايه تبدا تنظف كده واحده بواحده 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 وهكذا. مينتين ذا تورك اند لو بريشر اند كونتينيو جارنج داون، وهكذا كمل لحد ما تخلخلها نهائيا. لا قدر الله بقى بيقول لك ايه، لو الزاويه كانت اقل من 40 حاول يبقى اتم تو بريك اب ذا باك اوف باي بليدنج اوف اول ذا بريشر اند ريليزنج ذا تورك. يعني طبعا الزاويه وهي 40 معاك يعني او اقل من 40 يعني انت لسه في مرحله الفيرتيكال، ما دخلتش في مرحله الايه الهوريزونتال اللي موجوده معاك، فطبعا بيبقى لانك في مرحله الهوريزونتال بيبقى نقل الفورس للجار بيبقى اصعب. حتى احنا اتكلمنا في النقطه دي قلنا ان احيانا ممكن تاخد تاندم جار عشان تحسب النقطه دي. يبقى لو الهول انجل كان اقل من 40 حاول ان انت تعمل بريك اب للباك اوف من خلال بليدنج اول ذا بريشر اند ريليزنج اول ذا تورك. ده كان درس النهارده يا جماعه، اتمنى يا رب ما اكونش طولت عليكم، واتمنى يا رب يكون درس سهل ولذيذ وبسيط. تحياتي جدا ليكم واشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.